مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين باستهداف من قبل مقاتلات التحالف لم يكن بمحض الصدفة أو بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المشتركة للتحالف، بل كان عبر مراقبة دقيقة من خلال استطلاعات التحالف الجوية التي تمكنت من استهدافه بدقة بعيداً عن المناطق الآهلة بالسكان. مصادر أكدت أن طائرات استطلاعية كانت تراقب تحركات الصماد منذ 2 أبريل للعام 2018، وازدادت المراقبة أكثر بعد تهديده للسعودية بشكل مباشر في 9 أبريل من العام نفسه أثناء لقائه الموسع في ذمار، الذي تحدث فيه بأنه سيكون عاماً بالستياً بامتياز ضد السعودية. ونزفها إلى كل شعبنا أن هذا العام إذا استمر عدوانهم سيكون عاماً بالستياً بامتياز. استخدام مثل هذه المنظومات في تهديد أمن وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها سوف يكون في مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة. مصادر أمنية من داخل صنعاء أشارت أنها قللت الحماية الأمنية على موكب الصماد بتوجيه من محمد علي الحوثي القيادي البارز في الميليشيات، رغم رفض الصماد لذلك خاصة بعد علمه بمراقبة التحالف له، الأمر الذي دعاه إلى الحد من تحركاته وتغيير دائم لمقر إقامته. عند الساعة 12:45 ظهراً في 19 من أبريل عام 2018، التحالف يرصد الصماد أثناء خروجه من اجتماعه بمشائخ ومحافظ الحديدة، أي بعد تهديده للسعودية ب11 يوماً. كان على متن مركبة من نوع فان رمادية اللون يسير بين أزقة الطرقات برفقته مركبة حماية واحدة. الصماد يطلب من سائقه التوقف فجأة عندما شعر بمراقبة التحالف له، ليحين موعد الاستهداف الذي تم في تمام الساعة 1:02 ظهراً عبر صاروخ موجه بالليزر. استهداف التحالف للصماد بدقة ليست الأولى من نوعها، تبعتها استهدافات أخرى لقيادات ومخازن تسليح رغم عمليات تمويه الميليشيات التي اتخذت من المناطق السكنية حصنا لها. القيادات الإرهابية من الميليشيا الحوثية لن يتم التهاون معها، وسيتم متابعتها ومحاسبتها، كما تم التعامل مع الهالك الصماد عندما هدد المملكة العربية السعودية بأنه سوف يكون عام بالستي وقام بإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مكة المكرمة. لن نتهاون، المدنيين، المنشآت المدنية، خط أحمر. هاني صفيان، العربية.